هيبقى 10 اضعاف الطاقه. لا الشر، امال ايه العلاقه بينهم؟ العلاقه بينهم بتيجي عن طريق ان انا بعرف الاسترس اللي تقدر تشيله الماده، الاسترس اللي تقدر تشيله الماده. يعني يعني احنا عندنا الخط في الماتيريال اعتقد ايه؟ اعتقد المواد بتاعت البنى، ايه المواد بتاعت البنى اللي عندك؟ الخرسانه، الستيل والحجاره، وعندك ايه تاني؟ الحديد، الستيل، وخدتوا حاجه ثالثه التمر صح ولا لا؟ التمر اللي هو الخشب، مش الكلام كده؟ قال لكم كده كلمتين حاتم وتحكم. ايه الفرق بين الثلاثه دول؟ مين تعتقدوا يشيل ستريس اعلى؟ الستيل صح ولا لا؟ يعني على سبيل المثال في حاجه اسمها الالاوبل ستريس او الستريس المسموح. يعني مثلا لو جبنا احنا عرق الخشب، عرق الخشب اللي هو اللي بيسقط بيه السقف ده، هو العرق ده هو مساحته 10 في 10 سم، يعني 100 سنتيمتر مربع. الاستريس بتاع التمبر اللي هو يقول لك الخشب ده يشيل اقصى حاجه، يعني يتكسر مثلا سي يتكسر على في عندنا في نوعين من الاستريس زي ما انتم عارفين. في عندك اليل او الكسر بتاع الماتيريال، لو جبنا 10 في 10 سم من الخشب و10 في 10 سم من الكونكريت و10 في 10 سم من الستيل. اوكي ده كونكريت وده تمبر خشب. اوكي تعتقدوا زي ما انتوا قلتوا مين هيكسر اخر واحد؟ الستيل. ومين؟ الخرسانه. واخر حاجه اول حاجه بتكسر مين؟ الخشب. هنقول مثلا ان الخشب بيتكسر على اجهاد سي 70 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. اوكي؟ والكونكريت بيتكسر على 250 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، والحديد بيتكسر على 3600 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. اوكي؟ ماشي الكلام كده يا باشمهندسين؟ طب لما نيجي احنا ما حدش فاهم الكلام ده ما اتخدش. طب تعتقدوا امتى يا باشمهندسين؟ لما نيجي نصمم هل نصمم على الاجهادات بتاعت الكسر؟ يعني هنفضل قاعدين المبنى نقول والله الخشب بيتكسر على 70، هنصممه على 70؟ معناها كده ان لو الحمل زادت حته صغيره ايه اللي حصل في المبنى؟ وقع. فبنعمل ده اللي بنسميه اليلد او الوصول الى الحق الماكسيموم الماكسيموم ستريس. احنا لما بنيجي نعمل نصمم حاجه على اسمها الالاوبل ستريس المسموح بيه اللي هو مقسوم على ايه يا باشمهندس؟ فاكتور اوف سيفتي. يعني مثلا الحديد الخشب مثلا يكون والله 30، واخد بالك؟ الخرسانه عشان مان ميد. مان ميد يعني ايه؟ عشان احنا اللي بنعملها، واخد بالك؟ فاكتور سيفتي بتاعها بيبقى كتير جدا، بتقول والله هنصمم على 100 كيلو جرام. ايه والله الستيل عشان الماتيريال متجانسه بتيجي من المصنع جاهزه، الفاكتور سيفتي بتاعه 1.15 حاجه قليله جدا. مثلا سي هنعمل على سي 3000 كيلو جرام على السنتيمتر. اوكي؟ طيب انت بتختار الماتيريال على اي اساس؟ انت عارف ان الخرسانه الاجهاد كلها في الضغط، في الشد الدنيا بتبقى مختلفه شويه. الحديد الاجهاد بتاعه الالاول في الضغط زيه زي الشد. الحديد ممكن تضغط او تشد ما بيحصلوش نفس القصه بالظبط. الخرسانه لا، مش الكلام ده. الخرسانه بتتحمل فقط ايه يا باشمهندسين؟ الضغط. بينما الشد الالاول بيبقى 1/10 من الرقم ده. يعني بتشيل ماكسيموم كام؟ 10 كيلو على السنتيمتر المربع. 10 كيلو على السنتيمتر المربع ده رقم قليل جدا. يعني لو مسكتها بايدك فعلا طلعت صد خساره وشديتها هتلاقي ايه يا باشمهندسين؟ تقطر منك بايدك. الخشب بيتحمل ضغط وشد ايه؟ بنفس الاسلوب. طبعا الخشب ده الاجابات بتاعته على حسب نوع الخشب نفسه. في خشب الابيض، في الخشب الارو، في الخشب الثاني، كل الحاجات دي هي كل ماتيريال من الخشب يبقى ليها مواصفات مختلفه. طيب انا لما باجي اعمل ديزاين، انا عشان اعرف اختار اي من الماتيريال دي ده الاول ستريس. يعني ايه يعني الاول ستريس مره ثانيه؟ يعني ده
قيمة الفورس اللي بتشيلها وحدة ايه يا باشمهندسين؟ المساحة. قيمة الفورس اللي بتشيلها وحدة المساحة. يعني لو 40 سنتي بشيل كام؟ 100 في الرقم ده. ماشي الكلام كده؟ لو ده 40 سنتي يبقى 100 بشيل 100 في الرقم ده. طيب احنا اللي عايزين نعرفه بقى دلوقتي، عايزين نعرف ازاي نحسب الاستريس. عايزين نحسب الاستريس على السنتيمتر الواحد في الماتيريال بتاعنا، لان العلاقه دلوقتي ما اصبحتش انترنال فورس. انترنال فورس دي كنا بنمثل المنشا بتاعنا بايه؟ سلكه كده. هاي الفريم بتاعك. هاي الفريم بتاعك وعليه شويه لودز. الفريم بالنسبه لك عباره عن سنتر لاين سلكه. انما دلوقتي لما هنخش بقى عايزين نجهز ان احنا السنه الجايه نعرف نعمل ديزاين للفريم ده هو، لازم نبتدي ندخل معانا الماتيريال. اوكي؟ طب الماتيريال دي هندخلها ازاي؟ لازم يبقى عارفين احنا القطاع ده هو بتاع الاستراكشر ده عامل ازاي. اوكي؟ ونوع الماتيريال بتاعته. اوكي؟ وبعد كده نبتدي نحسب ايه يا باشمهندسين؟ الايجادات اللي عندنا. طبعا نبتدي نحسب الايجادات اللي عندنا عشان نشوف القطاع ده هيتحمل الايجادات دي ولا لا، ولو ما كانش هيتحمل نعمل احنا ديزاين للقطاع يتحمل الكلام ده. اوكي؟ يبقى مره ثانيه احنا هنعمل ايه؟ الانترنال فورس اللي عندنا هنبتدي نتعامل معاها، نشوف نحسب حاجه اسمها الاستريس الاجهاد اللي هو ايه؟ الفورس على وحده المساحه. اوكي؟ الفرصة على المساحة لا ده بيديني ازاي اقدر اعمل ديزاين. ماشي. كل الترم ده هنقعد نحسب في مين في الاجهادات دي. نورمال ستريس بتصير حاجة اسمها نورمال ستريس. هنكمله السنة الجاية الثانية. طيب النهاردة بقى كل اللي هنتكلم عنه مش هنتكلم عن الاجهادات خالص. احنا هنبتدي نتكلم النهاردة على حاجة اسمها خواص القطاعات. ايه خواص القطاعات دي؟ حضرتك القطاعات بتاعت الاستراكشرز اللي هي لازم نعرف فيها شويه خواص عشان نقدر بالتالي نحسب مين يا باشمهندسين الاستريسز. طيب ايه الخواص اللي عايزين نعرفها في القطاع؟ يعني على سبيل المثال لو ده فريم اوكي وخدت سكشن فيه كده، شكل الكروس سكشن يطلع ازاي؟ الله اعلم حسب معمول ازاي او الديزاينر عامل ازاي، ممكن ده يطلع عباره عن ريكتانجلر سكشن، ممكن ده يطلع عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ دايره مصوره لو هو حديد، ممكن يطلع عباره عن مربع لو هو معمول من الخشب، ممكن يطلع عباره عن تي سكشن لو معمول من الفرسان حاجه زي كده، كاميرا بجنبين. اوكي؟ الخواص القطاعات النهارده احنا النهارده عايزين نعرف القطاعات دي هي ازاي نقدر نجيب البروبرتيز بتاعتها، البروبرتيز اللي هنحتاجها في مين عشان نحسب الاستريس. اوكي؟ طيب تعال نبص مع بعض كده، تعال نشوف كده ان جنرال. لو انا عندي شكل ان جنرال قطاع بتاع ستراكشر، اي قطاع قطاع جنرال حاجه عامله زي كده. مش شرط قطاع يطلع لك حاجه سيمبل. لو طلع حاجه معقده حاجه زي ده كروس سكشن. كروس سكشن بتاع كاميرا بتاع بيم بتاع اي حاجه في الدنيا. وعايز احسب شويه خواص فيه. أول خاصية بتحتاجها التوتال اريا. حاجة زي كده التوتال اريا تعالى تجيبها ازاي؟ دي عبارة عن التوتال اريا بتاعة السيجمنتس المختلفة، يعني ده تقدر تقسمه كام حتة؟ ثلاثة يا ابني ثلاثة. نص دايرة ومستطيل ومثلث. يبقى بقى العنوان بتاع الدرس بتاعنا النهاردة ما هوش الستريس، لا ده هو عبارة عن البروبرتيز اوف اريا. ملهاش علاقه بالاستراكشر خالص الدرس بتاع النهارده، ده عباره عن ميكانكس كيور. اوكي؟ البروبرتيز اوف اريا خواص القطاعات. خواص القطاعات. لو عايز اجيب التوتال اريا او الاريا، التوتال اريا عباره عن كام يا باشمهندسين؟ السميشن بتاع مين؟ الاريا بتاعت الاشكال المختلفه اللي بتكون منها الشكل. ماشي الكلام كده؟ طب ده أول خاصية عايزين نجيبها. يعني أول حاجة عايزين نجيبها التوتال اريا، اريا توتال. دي تافهة وعميقة، مساحة المستطيل طول في عرض، المثلث طول في عرض على الخط بتاع
الدايره باي ار سكوير يبقى نص الدايره باي ار سكوير على الاثنين. سهل جدا. طيب تعالى نخش على البروبتيز الثانيه. الحاجه الثانيه اللي عايزين نجيبها عايزين نجيب حاجه اسمها السنترويد. ايه السنترويد؟ السنترويد ده بالظبط بيكافئ مركز الثقل واخد بقى او السي جي بتاع الاجسام اللي ليها كتله. ما نقدرش نقول على مساحه دي مساحه. اوكي؟ يعني ده عباره عن كروس سكشن مساحه اريا. بنقول على مركز المساحه بنسميه السنترويد. اوكي؟ لو كتله ليها وزن بنسمي مركزها ايه؟ سنتر اوف جرافيتي اللي ليها وزن جرافيتي. ماشي الكلام؟ طيب يبقى السنترويد ده ايه السنترويد؟ مركز المساحه. طب فين مركز المساحه؟ نجيبه ازاي؟ انا في منطقه التكامل طبعا ممكن التكامل بالظبط كده. احنا بنقول حاجه لطيفه جدا. هنيجي احنا عايزين ندور على محور اكس ومحور واي اللي بيعدوا فين؟ في السنترويد ده. طب نجيبهم ازاي؟ انا في منتهى البساطه افرض محور افتراضي في اي مكان وليكن هنسميه اكس دوت. انا عايز ادور على مين؟ على محور اكس اللي بيعدي فين؟ في السنترويد. المسافه دي هنسميها ايه؟ هنسميها واي بار. اوكي انا عايز ادور على واي بار. اوكي؟ مره ثانيه انا عايز اجيب محور اكس ومحور واي اللي بيعدوا فين؟ في السنترويد بتاع المساله. تعالى خلينا نمسك واحد واحد من المحاور. انا عايز اجيب محور اكس اللي بيعدي في السنترويد. انا مش عارفه فين. هو والله هاخد محور افتراضي. اوكي؟ في اول مساله على خط المساله بتاعت تحت في النص وتحت دايما او فوق خالص. وابتدي ايه يا باشمهندسين؟ قلت هقول المسافه من محور اكس اللي انا عايزه محور اكس بقى والمحور الافتراضي بتاعي هي واي بار. عايز اجيب الواي بار. وبعد كده قال لك ما تتقسم المساحات دي الى مجموعه المساحه الكتله دي الى مجموعه من المساحات. يعني احنا قلنا في عندنا مستطيل هنسميه اريا 1، في عندنا مين؟ مثلث هنسميه اريا 2، وفي نص الدايره هنسميها مين يا باشمهندسين؟ اريا سي. ماشي الكلام كده؟ وبعدين طب تجيب ازاي الواي بار؟ قال لك انت مش انت تعرف تجيب السي جي بتاع الثلاث اشكال دول؟ تعرف تجيبه بمحور اكس ولا لا؟ اكس نص. يعني لو المسافه دي 40 سم يبقى دي كام؟ 20. لو دي 30 يبقى دي كام؟ 20. لو دي تعرف المهم هتعرف تجيب الاشكال دي بعدها عن مين يا باشمهندسين؟ عن مين؟ عن محور اكس. قال لك والله في القاعده دي في قاعده موضوعها ما اعرفش الميكانكس ولا ايه؟ ان عزم التوتال بيساوي عزم المساحه، عزم المساحات المنفصل. تاني حوالين المحور الافتراضي ده العزم بتاع المساحات المنفصله بيساوي عزم التوتال اريا. يعني هي قاعده كده خدتوها في الحلم، تعالى نطبقها يطلع الحل اللي انت عايزه. الاريا التوتال الاريا التوتال دي السي جي بتاعها فين؟ على الخط ده هو، تعالى ناخد ده العزوم حوالين الشارع الاسترالي. الاريا التوتال دي مين في مسافه كام؟ واي بار بتساوي كام؟ عزم المساحات المنفصله. ايه المساحات المنفصله؟ اريا 1 لو سمينا المسافه دي واي 1 وسمينا المسافه دي واي 2 وسمينا المسافه دي واي 3 احنا نعرف نحسبهم، نعرف نحسبهم ولا لا؟ لو الارقام الابعاد عندنا موجوده نعرف نحسبهم. بيساوي اريا 1 في واي 1 زائد اريا 2 في واي 2 زائد اريا 3 في واي 3، صح ولا لا؟ يبقى الواي بار بيساوي كام يا باشمهندسين؟ ده كله على مين يا باشمهندسين؟ على اريا 2. ماشي كده؟ الواي بار بيساوي الاريا الاولانيه بعدها زائد الاريا الثانيه بعدها زائد الاريا الثالثه بعدها على المحور الافتراضي على مين؟ على الاريا التوتال. ايه الاريا التوتال دي؟ اللي هي الاريا 1 زائد الاريا 2 زائد كام؟ الاريا 3. اوكي؟ يعني لو عرضنا في الفورمولا دي اوتوماتيك جايب مين يا باشمهندسين؟ واي بار. بنفس الاسلوب ده هنعمل نجيب مين يا باشمهندسين؟ اكس بار. نجيب اكس بار ازاي؟ هنفرض محور افتراضي هسميه واي نوت. بقول والله محور واي بتاعي تايه في مكان ما على الرعد مسافه هنا اسمها ايه يا باشمهندسين؟ اكس بار. اكس بار بتساوي كام؟ بنفس الاسلوب اريا 1
x1 زائد اريا 2 x2 زائد اريا 3 x3 على 150 على اريا 2. ايه x1 x2 x3 بعد السي جي بتاع مين؟ بتاع كل واحد من الاشكال دول على 150 عن المحور الايه؟ الافتراضي. حتى عنده اعتبار على هذا الكلام. اوكي؟ يبقى تاني خاصية محتاجين نجيبها النهاردة بعد الاريا توتال اللي هي ايه؟ مكان السي جي. مين بقى الاخر؟ مين النقطة اللطيفة العفيفة اللي هي؟ اسمها ايه دي؟ دي السنترويد. كده انت جبت مركز المساحة بتاع القطاع ده. اول خاصية احنا هنجيبها التوتال اريا عبارة عن السميشن بتاع ايه يا باشمهندسين؟ الاسحاق بتاع الاشكال المختلفة. تاني حاجة يا باشمهندسين بنجيبها اللي هي مكان السنترويد. مكان السنترويد ده مكان مركز المساحة بيجي ازاي؟ عن طريق الاكس بار والواي بار. طبعا اكيد انتوا عباقرة كافيين جدا عارفين ان لما يكون عندي محاور تناسب في الشكل لازم السي جي يقع فين؟ على المحاور الثاني. يعني شكل زي ده ده في كم محور تناسب؟ في كم واحد؟ لا في محور تناسب واحد الشكل كله. محور مين؟ اكس ولا واي؟ واي ده محور تناسب. فاكيد السي جي وقع على مين يا باشمهندسين؟ على محور واي ده هو. يبقى لما تيجي تدور هنا هتدور على مين؟ على محور اكس فقط. يعني مسألة زي دي هضع على محور اكس فقط. ليه؟ لان واي معروف مكان. هاجي هنا اخد محور افتراضي هسميه اكس نوت وادور على المسافه دي اللي اسمها ايه يا باشمهندسين؟ واي بار. بس اوكي؟ عندك شكل عادي زي كده. ده شكل فيه كام محور تناسب؟ اثنين. يبقى حاطط السي جي فين؟ واقع على المحورين التناسب. يعني السي جي فين يا باشمهندسين؟ في النقطة انت مش محتاج ايه اصلا؟ تحسبه. ماشي الكلام كده؟ يبقى وجود محور تناسب بيخليك ايه يا باشمهندس؟ خلاص السي جي اكيد واقع على محور التناسب ده. طيب ده كده أول خاصية اللي هي السهلة. طيب تعالى نشوف بقى الخاصية التالتة وهي أهم واحدة فيهم. حاجة اسمها المومنت أوف إنيرشيا. سمعت عنها قبل كده؟ سمعت عنها فين؟ شفتوها؟ طيب حد عارف يعني ايه المومنت اوف انيرشيا؟ انا شخصيا لغايه ما اتخرجت مش عارف ايه. انا يعني حد عارف ايه هي المومنت اوف انيرشيا؟ حد شو اللي عارف الفصول الثانيه؟ حد عارف يعني ايه الفصول الثانيه؟ علي شو اللي بالرجال؟ مقاومة الجسم للدوران الحرارة محور معايا. طيب على وضعك على وضعك مش عايز تنزل على وضعك على وضعك. طيب ايه بقى المومنت اوف انيرشيا؟ المومنت اوف انيرشيا هي مقاومة القطاع في القطاع مقاومة المساحة للدوران. مقاومة المساحة للدوران يعني قطاع زي ده. اوكي قطاع زي ده ممكن نشبهها قوي على فكرة بالمسطرة. المسطرة بالطيارة بتاعتنا. المسطرة دي لو قلنا ده الكروس سكشن بتاعها حد كان يعني ده الكروس سكشن بتاعها؟ يعني انا اعتبر ده الموبايل ده هو المسطرة. اوكي خدنا كروس سكشن فيه ده الكروس سكشن بتاعه. مقاومة الموبايل ده للدوران حوالين المحور ده اضعف نلفه كده اسهل ولا الف كده؟ كده اسهل طبعا. لو انت شويه هتطير الموبايل. انما كده كده استحاله. ليه؟ لان مقاومه الدوران حواليه. تعال بص كده مره ثانيه. ده الموبايل ده ده كروس سكشن. ده محور اكس وده محور مين يا باشمهندس؟ واي. اوكي؟ عشان الفه كده 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 بلف حوالين اي محور.
واي. مقاومته هنا للدوران حوالي واي اضعف بكتير جدا من مقاومته للدوران حوالي مين؟ اكس. لو عارف مش كده يبقى الانيرشيا دي هي رقم هيطلع لنا دلوقتي. الرقم ده بيعبر عن مقاومه المساحه او القطاع للدوران حوالي مين يا باشمهندسين؟ حوالين المحور بتاعه. يعني لما اقول الانيرشيا بتاعت الشكل ده حوالين اكس بتساوي 10,000 والانيرشيا بتاعت الشكل ده حوالين محور واي بتساوي 100 فقط لا غير. اوكي؟ ده بيدل لي على ايه؟ ان القطاع ده هو مقدار مقاومته للدوران حوالين اكس 1000 مره اقوى من مين؟ من الدوران بتاعه حوالين محور مين؟ واي. من الاخر الانيرشيا كلمة عارف الاصول ده دي كلمة كفتة او مش كفتة يعني انها مش مفهومة هو عبارة عن ايه؟ مقاومة القطاع للدوران حوالين المحور. كل ما القطاع بيكبر في الاتجاه كل ما بيبعد عن المحور بتاع كل ما مقاومته بالها يا باشمهندس بتزيد. ليه بقى؟ لان في منتهى البساطة منتهى البساطة عشان بس تشوفوا موازي. لو قلنا دي ده محور التماسك.
صح موازي اللي هو كام؟ تي في بي تكريس على 48. اما الدخل العمودي على التناسب فبيساوي موازي هو ده عمودي على التناسب ده موازي اللي هو بي تي تكريس على كام؟ 36. ايه ده نفسك ليه عمودي على التناسب؟ تقول لنا اكس واي خلاص تفرق فين؟ لان ممكن المثلث ده يجي لك بلا تنسيق ملفوف ساعتها سته بتعمل ايه؟ هتبوظ تاني الشوكه اوكي؟ فلنش حوالينا فرق التناسب العمودي على التناسب. في عندنا كمان في شكل تاني اللي هو نص الدايره. نص الدايره ده برضه شوف التناسب بس حوالين كام محور؟ واحد بس اوكي؟ في اي تناسب في اي عمودي على التناسب. اللي نمشي حوالي محور التناسب عبارة عن نمشي في نص دايرة يبقى باي دي نص أربعة على كام؟ على 128 اوكي؟ واللي نمشي العمودي على محور التناسب بتساوي كام؟ هو فين السي جي من أساس بتاعها؟ السي جي من هنا على بعد المسافة محفوظة 4 آر على 3 باي اوكي؟ واللي نمشي حوالي محور التناسب بتساوي ماشي الكلام كده؟ في اشكال تانية عندكم في الورقة اللي هو شبه المنحرف وربع الدايرة والرينج بتبصوا عليه. دكتور نعم وليه 48؟ هي كده هي حسبة الحاجات دي جاية من الانتجريشن مش تفهم يعني الانرشي حوالين محور اكس يساوي الانرشي عموما يساوي التكامل بتاع المساحه في البعد الصغير لا بكل بتاعنا يعني نعمل ايه عشان نجيب الانرشي حوالين محور اكس احنا بنقول التكامل ناخد شريحه تمام وكاملها ناخد شريحه اوكي الكلام ده اعتقد ناخد شريحة للمساحة اوكي وبعمل لها انتجريشن في البعد السكوير وكامل طيب تعالوا نبص مع بعض حلو حلو حد حفظنا الكلام ده او سيبناه على جنب سيبه على جنب هاي تناسب محور التناسب اللي هو ايه محور مين؟ واي لو المسألة لفت هيلف طيب تعال نبص بقى على الشكل العظيم اللي عندنا ده الشكل العظيم اللي هنا ده لو عايز احسب له الانرشيا بتاعته حوالين محور اكس احسبها ازاي؟ طيب زي ما انت قلت كده نقسمها طب قبل بقى ما نقسمها عايزين ناخد نظريه عارفينها برضه اسمها نظريه المحاور المتوازيه ايه بقى؟ يقول لك والله لو عندي اي مساحه هي اوكي اي مساحه وعايز احسب لها خدوا بالك دول عباره عن الانرشيات للاشكال دي حوالين اي محاور المحاور اللي بتعدي فين السنترويد بتاعها ماشي الكلام دول محفوظين طب لو اي شكل من الاشكال دي حطيناه هنا وعايزين نحسب له الانرشيا حوالين المحور ما بيعديش في السي جي يعني نقول ده اكس مثلا كابتن وده اكس بتاعته هو شخصيا سمول عايز احسب الانرشيا بتاعت الشكل ده حوالين المحور ما بيعديش في السي جي بتاعه اعمل انا ايه؟ قال لك الانرشيا بتاعت الشكل ده حوالين المحور اكس كابيتال اللي هو بيبعد مسافه وليكن هنسميها دي اوكي عباره عن كام؟ عباره عن الانرشيا بتاعته حوالين المحور اللي بيعدي فين؟ السي جي بتاعه الصغنن ده زائد مين؟ زائد الاريا بتاعته اوكي مضروب البعد ايه يا باشمهندس؟ سكوير كمان مره تاني انا الانرشيا بتاعت اي شكل من الاشكال الالمنتري اللي عندي دي دي محسوبه حوالين انهي محاور؟ المحاور اللي بتعدي فين؟ السي جي بتاعها. اوكي؟ طيب اي شكل من دول عايز احسب له الانرشيا حوالين المحور ما بيعديش في السي جي بتاعه.
بتتجاب ازاي؟ بحسب اول حاجه الانرشيا اللي بتعدي في السي جي بتاعه واجمع عليها كام؟ الاريا بتاعت المساحه دي مضروبه في البعد ما بين المحورين ايه يا باشمهندس؟ هتعمل ده ازاي برضه؟ الشكل ده معقد شويه. فاحنا الانرشيا التوتال بتاعته عباره عن ايه؟ والمجموع الانرشيا بتاعت الاجزاء. يعني ايه برضه مش فاهمين؟ يعني تعال نبص كده على الشكل الاولاني ده المستطيل. عايز اجيب انرشيته حوالين محور اكس العمومي ده، اعمل ايه؟ ما انا هعتبر كانها عباره عن تجميع على الشكل ده. تاني او اولاني لسه هنروح جاي هنا المساحه دي حاسب الانرشيا بتاعتها حوالين انهي محور؟ حوالين المحور اللي يعدي فين؟ في السي جي بتاع مين يا باشمهندسين؟ بتاع المستطيل شخصيا. وبعد كده انا عايز احسب الانرشيا حوالين المحور اكس العمومي. هحسب حوالين المحور اكس اللي يعدي في السي جي واجمع عليها زائد الاريا في المسافه ما بين المحورين ايه يا باشمهندسين؟ سكوير. ده كده جبت الانرشيا بتاعت المستطيل ده حوالين المحور اكس العمومي. واجمع عليها اخش على المثلث احسب انرشيته حوالين المحور اكس اللي بيعدي في السي جي بتاعه. وبعدين اجمع عليها ايه؟ الاريا بتاعت المثلث في مين؟ في المسافه بين المحورين السكوير. ونفس الكلام على الدايره، بص الدايره دي احسب انرشيتها حوالين مين؟ المحور اكس بتاعها اللي بيعدي فيها اللي هو اكس 3 واجمع عليها الاريا بتاعتها في المسافه ما بين مين؟ المحورين دول ايه يا باشمهندسين؟ حد فاهم حاجه؟ ايه تمام مرة. انا عايز احسب الانرشيا بتاع الشكل كله، عايز احسب الانرشيا بتاع الشكل ده كله حوالين محور اكس العمومي اللي بيعدي فين؟ في السنترويد بتاع الشكل كله. طيب اجيبه ازاي؟ هقسمها اجزاء، همسك جزئيه جزئيه احسب لها الانرشيا بتاعتها حوالين محور اكس بتاعها شخصيا من القيم المحفوظات دي، وبعدين انقلها للمحور الرئيسي. انقلها ازاي؟ يعني اجمع عليها الاريا في مين؟ في المسافه بين المحور اللي بيعدي في السي جي بتاعها والمحور بتاع السنترويد كله بالشكل كله سكوير. واجمع الكلام ده كله على بعض. حد عايز يسال حاجه؟ ها؟ هو بتفرق بلس او ماينس فوق او تحت؟ يعني لا ليه؟ سكوير. يعني دي هي يا سكوير؟ لا اللي عشان السكوير المسافه سكوير فمش فارقه. المسافه دي هنجيبها لا كل اللي طيب تعالى بقى نعمل الكلام ده نكتبه. تعالى نبص مع بعض. اول حاجه عباره عن الاول جزء انرشيته بتاع الجزء الاولاني حوالين محور ايه؟ اكس 1 صح ولا لا؟ اللي هو موازي عمود تكتيك عمود 12 لو في اقوال زائد الاريا بتاع مين؟ الجزء الاولاني اريا 1 في المسافه دي سكوير. كم المسافه دي؟ واي بار دي عباره عن واي بار ماينس كام؟ واي 1 عرفنا نجيبها اهي صح ولا لا؟ ما الواي بار دي هنحسبها ده بقى ارتفاع قلنا 40 يبقى دي كام؟ 20. والواي بار دي انت طلعتها رقم عباره عن في واي بار ماينس واي 1 الكل ايه يا باشمهندس؟ ده كده جبت الانرشيا بتاعت الجزء الاولاني زائد ايه؟ للجزء الثاني المثلث اللي رشيته حوالين محور اكس 2 زائد الاريا بتاعته اريا 2 في المسافه دي كام؟ واي 2 ماينس واي بار او نقولها واي بار ماينس واي 2 كل تربيع مش فارقه صح ولا لا؟ يعني الديستنس دايما عباره عن ايه يا باشمهندس؟ واي بار ماينس مين؟ واي بتاعت الجزء زائد كام؟ الجزء الثالث ها؟ الانرشيا بتاعته حوالين محور اكس 3 بلس كام؟ اريا 3 اريا 3 في المسافه دي كام؟ واي 3 ماينس واي بار او واي بار ماينس واي 3 الكل ايه يا باشمهندسين تربيع؟ لو حسبنا الحسابات دي تطلع لك ايه يا باشمهندسين؟
الرقم ده يعبر عن مين؟ عن الانيرش حوالين محور الاكس. طيب بنفس الاسكور بتاعك نجيب الاي واي ازاي حد الانيرش بتاعك؟ اي الانيرش حوالين محور واي عمومي بتساوي كام؟ نفس اول جزئيه احسب لها ايه يا باشمهندسين؟ الانيرش بتاعتها حوالين محور واي اللي بيعدي فيها شخصيه اي واي 1 بلس كام؟ اريا 1 كام بقى؟ كام المسافه دي؟ دي اكس 1 اهي ودي كام؟ اكس بار، اكس بار ماينس اكس 1 لكل ايه؟ مربيع بلس اي واي 2 بلس اريا 2 اكس بار ماينس اكس 2 كل مربيع بلس. اللي عايز اقول لو في شكل متشال يعني لو هنا في كده يعني هنا في نص دايره متشال الا ايه اي حاجه متشال من المساله هحط لها شرط ايه يا باشمهندسين؟ طيب ماشي حد فاهم حاجه؟ هما دول اهم خصيتين عايزين نجيبهم اللي هما مين؟ السنترويد والكيك والمومنت اوف انيرشا. نعم الوقت بيسأل أسئلة بس ما كل ده طيب حد فاهم الكلام ده احنا حاجتين مهمين جدا حته الاريا الفاضيه او زي هل هدف مسألة فهم بيه؟ ايه؟ حتى تشاهد مرة تانية احنا عايزين نعرف بيجيبنا هم وقصيبنا واي بار تأثير السنترويد مكانه واللي نرش حوالي المحل اللي بتعدي فين؟ في الاخر السنترويد ايه؟ حد فهم حاجة ان شاء الله. طيب في حاجة تانية بقى خواصل قطاعات بس هنقولها المره الجايه عشان نحاول نعمل ابلكيشن على طول على الكلام ده. طيب تعالى بص كده ناخد مثال على الكلام ده نمسح بقى الكلام بنعمل حاجة لطيفة جدا عشان سيادتك ما تتلخبطش اللي هي ايه؟
احنا عايزين نجيب الواي بار. الواي بار يساوي كام؟ اريا 1 اكس 1 بلس اريا 2 واي بي بلس اريا 3 واي 3 صح ولا لا؟ لا هتكلم في ايه يا باشمهندسين؟ ماينس دي ماينس عشان ده اي حاجه دي تسيب فيها نجيبها بالايه يا باشمهندسين؟ بالسالب ماشي اريا 2 واي 2 عدد اكس 1 يا باشمهندسين ماشي الكلام كده؟ طيب الاريا تظهر بكام من الاول؟ بالظبط كده عشان نعمل الكلام ده هنعمل مش جدول هنعمل حاجه لطيفه ايه يا عم بتساوي ايه؟ هجيب القيم دي احطها بس قدامي عشان ما اغلطش يا احمد كان ايه يا عم كام؟ 2 دي 2 1 صح 2 طب واي 1 كام؟ بعد السي جي بتاع المستطيل الكبير ده عن محور اكس 2 ونص صح طب ايه يا 2 بكام؟ واحد ونص تطلع بتساوي 1.125 طب واي 2 بكام؟ بعد السوشي بتاعها 0.375 زائد ربع زائد 2 صح ولا لا؟ تطلع بتساوي 2.625 طب اريا 3 بكام؟ 2 وربع يعني كام؟ نص طب السي جي بتاعها واي 3 بكام؟ دي كلها 2 يبقى 1 طب بتعرف تجيب لي الاريا التوتال؟ عباره عن 2 ماينس 1.125 بلس نص هيطلع بيساوي 1.375 سنتيمتر او صباع ولا متر يا متر طيب واي بار بقى تساوي كام؟ عوض دف ده ماينس دف ده زائد دف ده على مين؟ على اريا التوتال مش عارف مش لازم اكتبها كامل واي بار تطلع هتطلع بتساوي 1.85 كده حضرتك عرفت مين؟ مكان المحور اكس وده مين ده؟ السنترويد طيب تعرف بقى تحسب الانرشي حوالين محور اكس دي الحته الصعبه الانرشي حوالين محور اكس زي ما قلنا الانرشي بتاعت الجزئيه حوالين المحور دي عندي في السي جي بتاعها زائد الاريا بتاعتها في كام؟ فرق الواي بتاعتها عن الواي بار سكوير واحده واحده عشان دي اهم طيب الاريا الاولانيه انرشيتها حوالين محور اكس اللي عندي فيها ده مستطيل الانرشي في المستطيل الكبير ده حوالي محور اكس موازي تعامدي تفعيل كام الموازي؟ 2 في العمودي تفعيل الواحد تفعيل على كام؟ على 12 ده كده الانرشي المستطيل اليوان حوالي محور اكس بتاعه بلس بلس كامليته كام؟ 2 كام المسافه؟ من غير ما نبص على الرسمه فرق الواي بار عن مين؟ الواي بار سكوير يبقى عباره عن كام؟ 1.85 ماينس 2.5 كل ايه؟ تربيع من غير ما ابص على الرسم عشان دي الحته اللي بتلخبط لو قعدت تدور عليها مش هتعرف تجيبها بعد تحصل لها كده هي من هنا على طول فرق الواي عن الواي بار اوكي؟ طيب زائد ولا ماينس؟ ماينس ليه ماينس؟ عشان دي شيء سحب شارع تاني الجزء التاني عباره عن المستطيل اللي جواه الاريا دي اللي رشيته حوالين محور اكس تساوي كام؟ موازي 1.5 الواحد تقريب على كام؟ على 12 بلس 1.75 تقريب على 12 بلس بلس كام؟ الاريا بتاعتها اريا 2 هي 1.125 في المسافه كام المسافه من غير ما تبص على المسافه؟ فرق الواي دي عن الواي بار اللي هي 2.625 ماينس ال 1.85 مش فارقه ليه ماينس مين لان في اير تربيع اوكي بلس بلس كام؟ بلس المستطيل اللي تحت اللي رشيته حوالين محور اكس بتاعه موازي تعاملي تقريبا
الربع في 2 تكعيب. ربع 2 تكعيب على 12 بلس بلس كام؟ الاريا بتاعته اللي هي النص في المسافه سكوير. ايه المسافه دي هنا فين؟ فرق الواي بار عن الواي هي 1.85 ماينس 1 كل سكوير. المعادله دي لو حسبتها في الكمبيوتر طلعت صح هتطلع بتساوي 0.8 متر اس 4. اليونت بتاع الانرشا متر اس 4 ليه؟ موازي في عمود التكعيب بعد بعد المكعب 4. طيب ده الاي اكس. طب الاي واي بقى يا الاريا الاولانيه ان الشتا حوالين تحت والله بتاعها شخصيا بتساوي كام؟ موازي اللي هو واحد صح؟ في عمودي تكعيب اللي هو كام؟ 2 تكعيب على 12 بلس الاريا بتاعتها في البعد ما بين تحت والله والواي بتاعتها عشان حضرتك نحو الواي بتاع الاريا دي هو نفسه مين؟ الواي بتاع المساله. اوكي؟ فهنا زائد صفر ماينس دي ماينس ده هنشتغل على الجزء الثاني. اذا الشده حوالين نحو الواي اللي بتعدي في السي جي بتاعه كام؟ موازي اللي هي 0.75 بكام؟ 1.5 تبعيد على 12 بلس نقل المحاور، نقل المحاور بالصفر ليه؟ عشان نفس النقطة، أوكي؟ زائد الجزء الثالث المستطيل ده إذا شلت حواليه محور واي تساوي كام؟ موازي 2 في ربع ولا في نص في ربع تكعيب على 12 بلس صفر، ليه صفر تاني برضه؟ هيطلع 0.45 يعني بالنسبة للقطاع اللطيف العفيف ده. اوكي؟ دي تقريبا قد ايه من دي؟ ضعفها او دي نص دي. القطاع ده هو مقاومته للدوران حوالين المحور ده اقوى مرتين من مقاومته للدوران حوالين مين يا باشمهندسين المحور. اوكي؟ الكلام ده هنستفاد منه بقى لما نيجي نعمل ديزاين دايما احنا نحط هنعرف ان الانرشا دي ليها علاقه جامده جدا بالمومنت. المومنت اللي على القطاع لما دايما بنحط الانرشا الكبيره في اتجاه المومنت الكبير. ما علينا يعني مش مشكله. المهم فهمنا المساله بتتحل ازاي؟ كمان مساله مساله تاخد شويه. لا 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 معلش معلش. راجعين عليك. طيب بعدها عن محور الافتراضي بكام؟ زي 4 10
4 و 2 6 ارقام سهله اهي عشان تحلوا معايا. اكس 1 بكام؟ ب 6. طب حلو قوي. ايه يا ابني اللي اصلي 6 اخ مستطيل مثلث، اخ مثلث 4 في 3 على 2 يعني 6 سنتيمتر مربع. اكس 2 10 زائد 1 11. حلو قوي. حد عنده اعتراض؟ ارقام سهله. طيب الاخ اللي 3 دي كام؟ 4 ار على 3 باي صح؟ ماشي كده؟ انت بكام؟ انت باي ار سكوير على 2 صح ولا لا؟ باي بكام؟ باي معروف. ار بكام؟ ار ب 2 باي ار سكوير على 2 باي ستة ونص واتنين تمام. طب اكس ثلاثة بكام؟ احنا قلنا كام الوقت ده؟ 4 بس في مشكلة. ايه المشكلة؟ نص زي اهو المسافة دي هي من 4 ار على 3 باي. انا مش عايز ايه؟ انا عايز مين؟ اتنين ماينس 4 ار على 3 باي هتطلع بتساوي 1.15. طيب ايه 4؟ دي دايرة نص القطر بتاعها هنا واحد. نكتبه؟ فالمساحة بتاعتنا كام؟ باي ار سكوير، باي في 1 سكوير اللي هي كام؟ باي يعني 3.14. اكس 3 في كام؟ اكس 4. بص عليك. 2. طيب ايه التوتال في كام؟ الشيء التوتال في كام؟ مجموعة 4؟ لا مجموعة دول ماينس 2 ماينس 2 يطلع بيساوي 41.14 سنتيمتر مربع. طيب واكس بار بقى بيساوي كام؟ دفتر زائد دفتر زائد دفتر ماينس دفتر على مين؟ على الدنيا التوتال بتاعتك. اوكي؟ حسابات كالكوليتر اوكي يطلع بيساوي 6.29 سنتيمتر يعني المسافه دي 6.29 خلاص؟ حد فاهم لغايه دلوقتي؟ بجد والله؟ طيب نيجي بقى مين؟ نخش في الاكس اكس 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 ابن حلال شويه ليه؟ عشان المحور اكس بتاع الاشكال كلها هو مين؟ اكس بتاع الكل فبالتالي مفيش نقل ليه يا باشمهندس. طب ايه يا واحد اللينش بتاع الاكس بتاعتها بكام؟ مستطيل موازي 8 في 4 تعيب على 12 نقل الصفر مفيش نقل محاور. المثلث زائد ايه ده محور ده اللينش خالص محور الثلاث تماس اللي هي على كام؟ على 48 موازي 3 في 4 تعيب على 48 زائد الصفر كده الصفر محور اكس بتاعه هو محور اكس بتاع المسألة. يلا زائد 3 طب دي اللينش حوالي محور التناسب برضه صح ولا لا في النص الدايرة؟ اللينش بتاع محور التناسب دي عبارة عن كام؟ باي دي 7 على 124 او باي ار سكوير على ال على كام؟ على ال 16 تقريبا. هي ارتفاع ضغط من الارض دي ماشي الكلام كده؟ المهم يعني باي ار 7 على 8 باي في ار اس 4 اللي هي كام؟ ار كام؟ 2 اس 4 8 مفيش نقل خلاص اخر حاجه مين؟ السالب اللي هي ايه؟ الدايره دي الليرش بتاعتها حوالين اي نقل بتساوي كام؟ باي في دي 2 اس 4 على
Yeah.